أخبار عديدة ومتنوعة رصدتها الصحف العربية والغربية. حرصنا في برنامج الحياة في مصر على رصد أهم ما جاء فيها. البداية مع صحيفة واشنطن بوست الأمريكية والتي نشرت مقتطفات من الكتاب الذي أعده الصحفي الأمريكي بوب وودورد مفجر فضيحة وترجيت، ويحمل الكتاب عنوان الخوف وسيصدر في 11 من سبتمبر الجاري، ويعرض الكتاب تفاصيل التوتر داخل البيت الأبيض في ظل رئاسة ترامب، كما يصوره على أنه سريع الدخول في نوبات غضب يتفوه خلالها بعبارات بذيئة ومندفع في اتخاذ القرارات. ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكتاب بأنه احتيال على الناس. وإلى الموقع الإخباري المونيتور المهتم عادة بقضايا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يقدم ريبورتاج من حي السيدة زينب في القاهرة، فقال أن الحي وبالتحديد شارع السد يضم حوالي 130 كشكا خشبيا هي من أشهر أماكن بيع الكتب القديمة في مصر، وهناك يجد عشرات الطلاب والمعلمين والباحثين ضلتهم من الكتب والأبحاث والأوراق النادرة التي يعود بعضها إلى 100 عام. وبعد انتشار فيديو لساديو ماني نجم منتخب السنغال وليفربول الإنجليزي وهو ينظف مرحاض أحد المساجد المحلية في مدينة ليفربول، تساءلت صحيفة الديلي ميل البريطانية ما الذي يدفع لاعب يتقاضى 90,000 جنيه استرليني أسبوعيا في أن ينظف حمام مسجد؟ فأجابت الصحيفة وقالت إنه الولاء للإسلام. وإلى صحيفة الإمارات اليوم والتي نشرت خبرا تحت عنوان قطر تستجدي مساعدة إيران في ملف المونديال، حيث كشفت تصريحات أدلى بها مدير وكالة الأنباء القطرية عن عزم الدوحة استجداء حليفتها طهران لإنقاذها من أزمات ملف تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم المزمع إقامتها في قطر، فيما تغرق الدوحة في ديون وتراكم السكوك مستحقة السداد. ريم سمير، الحياة في مصر.